رئيس الوزراء يتابع تطورات مشروع مدينة دمياط للأفاف ويوافق على إقامة معرض دائم لمنتجاتها بالقاهرة. عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلى شققهم بعد انتهاء أعمال الإصلاح، ووزير النقل يؤكد أن العقار أصبح آمنا تماما. شركة التعاون البترول تعلن أن إجمالي المبيعات من المنتجات البترولية بلغ 6.5 مليون طن. تفاصيل النشرة، أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية أرمينيا زهراب مينستاكينيان، ورحب الرئيس السيسي بزيارة وزير الخارجية الأرميني للقاهرة. وأكد الرئيس السيسي ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. من جانبه أعرب وزير خارجية أرمينيا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناء، لا سيما في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة المتواجدة في مصر وما تتلقاه من رعاية كريمة، وكذلك لما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل دولي وإقليمي ودور محوري متزن في المنطقة. كما أكد اهتمام أرمينيا المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك خاصة على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي. كما تم خلال اللقاء تبادل الأراء ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب. كما تطرق إلى التعاون الثنائي في ظل زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في استكمال باقي مكونات مشروع مدينة دمياط للأثاث، لا سيما ما يتعلق بالاستفادة بتصميمات عالمية معاصرة تساعد في زيادة فرص التصدير للأسواق الأوروبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي عبر الفيديو كونفرنس لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث أشار مدبولي إلى أهمية الترويج للحوافز التي يتيحها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يستفيد منها مصنعو الأثاث في دمياط، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي يتيحها قانون الاستثمار. كما وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترح إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث في القاهرة على غرار المعرض الدائم الموجود في دمياط، موجها بسرعة العمل على تنفيذه. كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذلك الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة. وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة موقف أراضي الجمعيات التي تم الحصول عليها بالمحافظة لغرض الزراعة ولم يتم تنميتها، وكذلك حصول عدد من جمعيات الإسكان التعاونية على أراض ولم يتم تنميتها. من جانبه أشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه حتى الآن تم تلقي 6898 طلب تصالح من الراغبين من أهالي الإسماعيلية، وبلغ إجمالي المتحصلات منها نحو 61 مليون جنيه. يواصل المواطنون الراغبون في التصالح في مخالفات البناء تقديم طلبات التصالح وسط سهولة في الإجراءات التي لا تتطلب سوى نموذج التصالح وصورة من بطاقة رقم قومية. وأثنى المواطنون على قرار رئيس الوزراء بتقليل قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر في الأماكن الريفية والنجوع والقرى. نتابع.
صورة تتحدث عن نفسها عن مدى إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح مع مخالفات البناء. المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة واحد من أماكن استخراج الطلبات التي تتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر. في كرداسة حضرتك عدد غير مسبوق، إحنا حوالي 8000 طلب دلوقتي إن شاء الله. تسهيل كامل للإجراءات. اللي إحنا بنقوله للمواطن في كرداسة والغير كرداسة كمان، لا تلجأ لسمسار أو حد يقول لك أنا هخلص لك. وأنا إحنا بنقول حضراتكم الدولة مسهلة المسألة تماما، بنكتفي بالطلب وصورة البطاقة وإنت تجهز ورقك، الموضوع مش محتاج. سهولة الإجراءات وإمكانية الدفع الإلكتروني ميزات مهمة شجعت المواطنين على القدوم للتصالح، وبخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح للمتر بالريف إلى 50 جنيها. لو في حد من كبار السن من المعاقين بنسهل لهم إن هم يدخلوا ونجز لهم الخدمة بتاعتهم في مدة أسرع. إحنا بنتابع مع بعض مع الموظفين إن إحنا نشتغل الساعة 10 بالليل تقريبا عشان نجهز الشغل بتاع تاني يوم عشان المواطن ما يتعطلش. العملية ماشية كويسة، في نظام وفي ناس بتدخل بالطابور والأوراق سهلة. الأول كانت الناس اللي بتقدم مع اللي بيدفع في يوم واحد، دلوقتي فصلوهم، فعشان كده الوضع وصل بقى ايه، بقى سهل كده في التقديم. دفعت بالفيزا افضل من ان انا اقف في طابور طبعا طول عريض، والرجاله طبعا مفضوله مشكوره بسهل لنا كل الاجراءات يعني. ميزه معنويه اخرى وجدها متقدمو التصالح وهي الامن النفسي بوجود بناياتهم في وضع امن قانونيا لهم ولاولادهم من بعدهم. اكيد طبعا هيبقى احسن وكل حاجه، لان ده مبني لاولادي مش ليا. اي حاجه مرخصه او مقننه افضل، لان انا كده مش هبلاقي عقبات ان انا ادخل مرافق عندي، وان انا كده في الامان والمكان مؤمن، سواء كان من ناحيه البناية، من ناحيه الهندسه، من يعني كل حاجه بتبقى سليمه. بعد قرار مجلس الوزراء تخفيض قيمه التصالح في مخالفات البناء الى 50 جنيها في الاماكن الريفيه، اقبال كبير من المواطنين على المكاتب للتقدم بطلبات التصالح التي سيوجه العائد الخاص بها لعديد المشروعات التي تنجز على ارض مصر لصالح المواطن المصري. من المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين بمدينه كرداسة، ساره متولي، التلفزيون المصري. أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن عمارة الشربطلي بالزمالك أصبحت آمنة تماما بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الهندسية. تأكدات الوزير جاءت خلال متابعته عودة سكان العمارة إلى منازلهم بعد إصلاح عمود الركن المتضرر بسبب مرور ماكينة الحفر العميق بمحطة صفاء حجازي بالزمالك. وأكد الوزير الاستعداد التام لتجديد جميع أعمال مرافق العمارة بناء على طلب سكانها، مضيفا أنها تحتاج إلى تحديث جميع مرافقها بصفة دورية نظرا لقدم تاريخ إنشائها. وأضاف وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة تضع المواطن في صدارة اهتمامها، وأنه تم التحرك بسرعة ومنذ اللحظة الأولى لتنفيذ تعليمات اللجنة الفنية واللجنة الهندسية الاستشارية للتعامل مع الأزمة. أعلن رؤساء وقيادات 12 حزبا سياسيا وممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدشين القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر بحضور رؤساء وقيادات عدد من الأحزاب السياسية التي تعمل على تغليب المصلحة الوطنية دون الشخصية. القائمة الوطنية من أجل مصر تجمع سياسي لعدد من الأحزاب السياسية التي ارتأت أن تغلب المصلحة الوطنية وتكون نسيجا سياسيا قويا يساعد الدولة للتقدم نحو التقدم والازدهار. هي من أجل مصر، ولأجلها اجتمع عدد من الأحزاب السياسية للتأكيد على مواصلة النجاح في ماراثون الاستحقاقات الدستورية والحفاظ على مكاسب من شأنها مستقبل مصر. أهم حاجة في هذه القائمة هي وجود جميع الآراء. أهم من كل حزب واخد كم مقعد، لأنها في الأول والآخر كلها آراء بتمثل هذا الحزب. الأهم هو وجود هذه الآراء اللي أنا بقول دايما تختلف سياسيا، ولكنها تتفق على حب وصالح الوطن. هذه القائمة في هذا الوقت بتؤكد أن كافة القوى السياسية بتضع أمامها هدف واحد ورئيسي، بتتفق وتتوافق
وبتعقد العزم على أن نكون أمام إرادة واحدة نحو هدف واحد وهو مصر. وكما اتفقت الرؤى بين الحضور من الأحزاب المختلفة نحو مستقبل الحياة السياسية والتمثيل البرلماني، اتفق الجميع على واجب المواطنين في الاستحقاقات الدستورية وأهمية المشاركة. أتمنى من المصريين التصويت والمشاركة. هذه المؤسسات السياسية إنها تدعو الناس وتتحرك في الشارع، على أنها تدعو الناس إنه يطلع يقول صوته للناخب، من الناخب إلى المرشح اللي هو بيختاره. نموذج لتجمع حزبي متعدد يبرهن على رؤية واحدة تسعى في المقام الأول إلى تمثيل وطني سياسي مخلص لمصر. قائمة وطنية من أجل مصر تضم أحزابا سياسية مختلفة، رؤية تبناها ائتلاف دعم مصر بهدف جمع أطروحات وأفكار الأحزاب السياسية في قائمة تخوض الانتخابات تحت هدف وفكر واحد، تغليب المصلحة الوطنية عن أي مصلحة شخصية. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. أجرى الرئيس اللبناني ميشيل عون مباحثات مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، والذي أطلعه على آخر المستجدات والاتصالات التي يجريها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال أديب إنه اجتمع مع الرئيس اللبناني لإجراء مزيد من التشاور في شأن تشكيل الحكومة الجديدة. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد نبيه البرجي، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد نبيه، بعد التحية، لقاء جديد جمع رئيس الحكومة المكلف والرئيس اللبناني دون الإفصاح عن تشكيل الحكومة الجديدة، كيف ترى هذا اللقاء؟ وهل بالفعل ترى أن رئيس الوزراء الجديد سوف يقدم الجديد إلى لبنان؟ يا هلا بحضرتك وبال يعني بالمشاهدين الكرام، اهلا بك. المشاورات اليوم يعني ايضا دارت الى حد كبير في الحلقه المفرغه. كان كل شيء على ما يرام، وكان يمكن ان تنتهي الحكومه قبل اليوم بايام، لكن العقوبات الامريكيه، العقوبات التي اعتبرت من قبل الرئيس مجلس النيابي ومن قبل الثنائي الشيعي لأن توقيتها مبرمج بدقة للحيلولة دون تشكيل حكومة يعني يمكن التفاهم عليها من كل الأطراف، هو الذي عرقل هذه القصة. هناك تشدد حتما، هناك هذا المناخ خلق أجواء من التشدد لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهذا ينعكس على المسار التشكيل الحالي. ولكن المعلومات تقول بأن الفرنسيين جادون وهم يجرون اتصالات مع الولايات المتحدة من أجل المساعدة على حلحلة الوضع. وتعلم حضرتك أن الحكومة أنهم على الأسف الشديد، وربما كان من يعني المضحك أحيانا، أنه من أجل تشكيل حكومة في لبنان في كل مرة يفترض أن تتقاطع المواقف الدولية والإقليمية. نعم. طيب يعني سيد نبيه، يعني نحن في ظل تشكيل حكومة جديدة، مع العلم أن الحكومة السابقة لم تبدي أي جديد في لبنان وفي الاقتصاد اللبناني أو العلاقات الخارجية أو ما إلى ذلك، يعني ما هي مهمة هذه الحكومة إذا شكلك حتى؟ وهل سيترك حزب ألا الحكومة لكي تقوم بعمل مثلا خطط مستقبلية أو تغيير في السياسات الداخلية أو الخارجية للبنان؟ الرئيس إيمانويل ماكرون وأمام المسؤولين اللبنانيين قال إنها حكومة انتقالية، أي أنها حكومة تفتح الباب، حكومة تضع العناوين العريضة حول الإصلاح الهيكلي سواء على المستوى المالي أو المستوى الاقتصادي، ربما على المستوى السياسي أيضا من خلال قانون الانتخاب. مهمتها انتقالية وتفتح الأبواب، يعني هذه ليست حكومة ذات منحى استراتيجي، وإنما تضع أو ذات
طبيعه استراتيجيه، وانما تضع النقاط الاساسيه التي تطلق العنان للاصلاح ولاشياء اخرى. في كل الاحوال يعني في يعني حضرتك تعلم والمشاهدون الكرام اي تقلبات تشهدها المنطقه في الوقت الحاضر. لبنان يتاثر الى حد كبير والى حد حساس جدا بالتداعيات الاقليميه لاي حدث. لا يمكن التكهن، لكن الحكومه مهمه الحكومه الحاليه كما قلت هي ان تفتح الابواب باب الامان المرحله المقبله اي مرحله الخلاص. نعم. شكرا لك السيد نبيه البرجي الكاتب والمحلل السياسي. وما زلنا في الشأن اللبناني، حيث أعلن الجيش اللبناني تصفية قائد خلية إرهابية شمالية لبنان خلال تبادل لإطلاق النار. وأشار الجيش اللبناني إلى أنه يتم حاليا ملاحقة بقية عناصر الخلية لإلقاء القبض عليهم. وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني أن المداهمة التي تم تنفيذها بمنطقة جبل البداوي أسفرت عن مقتل 4 عسكريين بعدما قام قائد الخلية خالد التلاوي بإلقاء قنبلة يدوية وإطلاق النار على عناصر دورية عسكرية أثناء مطاردتهم له. هذا وقد أوضح الجيش اللبناني أن الخلية الإرهابية التي تزعمها التلاوي هي التي نفذت قبل نحو 3 أسابيع عملية إرهابية بمنطقة كفتون وأدت إلى مقتل 3 أشخاص. وصل وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسميين يضم كبار المسؤولين للمشاركة نيابة عن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل غدا. وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قد وصل إلى العاصمة الأمريكية لحضور مراسم التوقيع، كما توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لحضور المراسم التي تشمل أيضا التوقيع على اتفاق سلام آخر مع مملكة البحرين. قال وزير خارجية قبرص إن تركيا ما زالت تواصل انتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بما يناقض دعوات المجتمع الدولي. وأوضح وزير الخارجية القبرصي أن انسحاب سفينة الأبحاث التركية من شرق البحر المتوسط وإعادتها إلى تركيا وعدم تجديد الإشعار البحري التركي غير قانوني هي خطوة نحو الاتجاه الصحيح. يذكر أن أنقرة قد أرسلت عدة مرات سفن تابعة لها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها في شرق المتوسط، وبعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية. اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة لاتخاذ ما وصفته بموقف محايد بشأن قبرص، وذلك بعد أن وقعت واشنطن ونيقوسيا على مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريب. واعتبرت الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم لن تخدم السلام في الشرق المتوسط وستلحق الضرر بحل المشكلة القبرصية على حد قولها. وأضافت أن الخطوات التي اتخذتها واشنطن مؤخرا زادت التوترات في شرق المتوسط. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها سترفع حظر فرضته قبل 33 عاما على تزويد قبرص بالسلاح وأنها ستعزز تعاونها الأمني مع نيقوسيا. ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 29 مليون مصاب، في حين تجاوز إجمالي الوفيات حاجز 929 ألف حالة. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة مسجلة 6,700,000 إصابة و189 ألف وفاة. جاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين لتسجل أكثر من 4,850,000 إصابة و79 ألف وفاة. واحتلت البرازيل المركز الثالث وسجلت 4,330,000 إصابة وأكثر من 130,000 حالة وفاة. في غضون ذلك توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا خلال الشهرين المقبلين. وأعلن المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيكونا أكثر قسوة في مواجهة الوباء. يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات في أوروبا بشكل حاد خاصة في فرنسا وإسبانيا.
أعلنت السلطات اليابانية فوز يوشيهيدي سوغا بأغلبية ساحقة في انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، وبذلك يتولى سوغا رئاسة الحزب الحاكم في اليابان خلفا لشينزو آبي في خطوة تفتح له الطريق لشغل منصب رئيس الوزراء. تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا حرائق الغابات في 3 ولايات غربية الولايات المتحدة، من بينها ولاية أوريغون. كان مسؤولون في ولاية أوريغون الأمريكية قد أفادوا بأن حرائق الغابات في الولاية خلفت دمارا كبيرا بعدما غطت النيران مساحات شاسعة منها. يذكر أن الحرائق المشتعلة في الولايات الغربية الأمريكية أجبرت عشرات الآلاف للنزوح عن منازلهم. أهلا بحضراتكم وعودة محليا، حيث استقبلت منطقة أثار سقارة أول فوج سياحي من فرنسا، وذلك بعد حوالي 14 يوما من استئناف مصر لحركة السياحة الثقافية. واستمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، متمنين الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم في مصر. وأكد المشاركون في الفوج السياحي أن الأفلام الدعائية التي تم نشرها في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أبهرتهم لمعرفة المزيد عن الحضارة المصرية. وعقب تلك الزيارة توجه الفوج السياحي لزيارة منطقة دهشور الأثرية بالجيزة. تتواصل أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري بطول 106 كيلومترات ليتسع إلى 8 حارات بدلا عن 4، وإضافة إلى رفع كفاءة الطريق من حيث مستوى الرصف والإنارة ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية والمحاور المرورية أسفل الطريق. الساعات موصولة والسواعد لا تعرف الكلل كي تمحى سمعة الطريق الدائري من حيث الزحام والحوادث بعد أن يكون 8 حارات في كل اتجاه بديلا عن 4. دلوقتي بننشئ طريق داعم للدائري القديم، مش بس كده احنا شغالين كمان في التخطيط السطحي تحت، بنوسع الطرق السطحية تحت كلها عند المطالع والمنازل، والتخطيط السطحي العام للمشروع كله بنطوره وبنوسعه عشان يتناسب مع الكثافات المرورية الجديدة من الطريق الدائري الداعم الجديد. كمان احنا دايما بنحاول نلاقي حلول انشائيه لشبكات المرافق تحت لتسيير وتسريع الاعمال كلها على طول المسار. التوسعه يصاحبها رفع كفاءه رصف الطريق واناره تجعل وضوح الرؤيه في الليل لا تقل عن النهار، وحارات سريعه لاسطول اتوبيسات تبدا من اول نقاط الدائري حتى نهايته على طول 106 كيلومترات. بنعمل الاسفلت بطريقه باحدث النظم القياسيه وبناء على المناسيب والميول بتاعت الدائري القائم دلوقتي، وبنرفع كفايتها لاعلى مستوى، وان شاء الله هيبقى في الاناره اللي موجوده برضو قائمه حاليا دلوقتي بنشتغل فيها دلوقتي، هتبقى برضو يعني يعتبر الاضاءه بالنهار زي بالليل ان شاء الله هتبقى على اعلى مستوى. لن ينتهي العام 2021 حتى تنتهي هذه الايادي من تطوير شامل للطريق الدائري ليتحول من هذا الحال إلى حال آخر مع هذا الاتساع، تجعل قدم قائد السيارة لا ترفع عن كابس السرعة حتى يصل إلى حيث يريد. مرحلة تجريبية انتهت بطول 25 كيلومتر في المسافة بين محور سعد الدين الشاذلي وحتى تقاطع الدائري مع الأوتوستراد، قطعناها في 15 دقيقة بديلا عن ساعة أو يزيد بسبب زحام كان في الماضي ودعته هذه المنطقة إلى اللا رجعة. قياس على كده ال 106 كيلو باذن الله من المتوقع بعد انتهاء اعمال التطوير هياخدوا باذن الله اقل من ساعه، بعد ما كانوا بياخدوا حوالي ساعتين على اقل تقدير. طريق يدور حول القاهره يربط مناطقها ويربطها مع مداخل المحافظات، تطويره الى هذا المستوى كان حلما، صار واقعا، يجعل وقت نقل الافراد والبضائع فقط مسافه السكه. حازم كمال، التلفزيون المصري. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي حرائق للمخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. جاء ذلك خلال تفقدها ومحافظ كفر الشيخ عددا من محاور التفتيش بالمحافظة لمكافحة حرائق قش الأرز والمخلفات للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء. المزيد في التقرير التالي.
نجاح الدولة في الحفاظ على البيئة والقضاء على السحابة السوداء جاء بعد تطبيق منظومة ناجحة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها. فزيارة وزيرة البيئة لمواقع تجميع وكبس وفرم قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ تعكس حرص الدولة على إنجاح هذه المنظومة من ثم الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان. الفكرة اللي احنا بنكمل فيها المجهودات اللي حصلت في خلال السنوات الماضية هو تعاون ما بين وزارة البيئة وزارة التنمية المحلية وزارة الزراعة النقل الري وزارة الداخلية على 4 محاور. محور بيتكلم على ان احنا بنبتدي نشوف الفلاحين والمتعهدين ازاي جمعوا قش الرز وفتحوا مواقع ويبتدوا يعملوا عملية كبس وفرم، وده بيدي دخل وبيوفر سماد وأعلاف للحيوان يقدر ان هو يستخدمها على مدى السنة. فاحنا هنا بنقلب المشكلة إلى فرصة بتدي دخل وبتشغل عمالة كتيرة جدا. وتعد محافظة كفر الشيخ واحدة من أكبر المحافظات التي تضم مساحات منزرعة من محصول الأرز، حيث تستحوذ على ما يزيد عن 30% من الإنتاج الزراعي لمحصول الأرز على مستوى الجمهورية. وبالتالي عندنا 56,000 فدان من تلت المسطح اللي عندنا الزراعي بيزرع أرز. اتحولت المنظومة من منظومة سلبية وحرق ودخان وسحابة سوداء إلى منظومة إيجابية، إن الفلاح بيستفيد لأنه التجميع ده بياخد ناتج مالي، الدولة بتستفيد، الناتج ده بيتحول إلى أعمال صناعية. الوقت بقينا بنستغل الموضوع ده، إحنا بننفع المزارع بياخد حوالي 500 جنيه في الفدان القش، واحنا بنكبسه وبنلمه وبنوزعه على المزارع. وفي مدخل محافظة كفر الشيخ تابعت الوزيرة يرافقها المحافظ لجنة عوادم السيارات لقياس الانبعاثات والحد من ارتفاعها، وذلك في إطار تفعيل دور وزارة البيئة في مواجهة نوبات تلوث الهواء. تجميع قش الأرز ثم كبسه وفرمه وتحويله إلى أعلاف للحيوانات اتجاه يعكس كيفية وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها، وهو ما يوفر بيئة نقية نظيفة خالية من التلوث ومن ثم الحفاظ على صحة الإنسان. من محافظة كفر الشيخ، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. وإلى أخبار المال والأعمال في هذه النشرة، حيث كشفت شركة التعاون للبترول أن إجمالي المبيعات من المنتجات البترولية بلغ 6.5 مليون طن، تشمل حوالي 5.6 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت، ومن خلال 1165 محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع أنحاء مصر. جاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول أعمال الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020. وأكد الملا أن الخطط المستقبلية للوزارة تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود للسوق المحلية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان. أعلنت منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا عن إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول لتسهيل حركة التجارة بين دول القارة الإفريقية ومساعدة وكلاء التخليص والشحن في الحصول على المعلومات بشكل لحظي. وذكرت منظمة الكوميسا إن التطبيق الجديد سيشكل مركزا للتزود بالمعلومات ويسمح لوكلاء التخليص والشحن في الدول الأعضاء بالاطلاع على رصيد السندات القائم والبطاقات القائمة وتلقي الإخطارات بخصوص الإفراج عن البطاقات وانقضاء صلاحية سندات الضمان الإقليمي للمرور العابر الجمركي، وأن البطاقة هي وثيقة ضمان تستخدم في جميع الإجراءات الجمركية. تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من جانب المؤسسات العربية والأجنبية، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.3% ليصل إلى مستوى 11,058 نقطة، كما تراجع المؤشران EGX70EWI والمؤشر EGX100EWI بنحو 0.2%. ارتفعت الأسهم الأوروبية بفضل الآمال حيال لقاح لفيروس كورونا وموجة من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية. ارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.7% ليسجل أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع وسط مكاسب مماثلة للأسهم الألمانية والفرنسية، حيث ارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك الفرنسي بنحو 0.4% و6.6% على التوالي.
ارتفعت أسعار النفط العالمية بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك أجبرت الشركات على إخلاء المنصات ووقف الإنتاج، وارتفع الخام العالمي مزيج برنت بنحو 2% مسجلا 39 دولارا و89 سنتا للبرميل، وصعدت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 4% لتصل إلى 37 دولارا و47 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب العالمية مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف. وارتفع الذهب في السوق الفورية 2% ليصل إلى 1944 دولارا و69 سنتا للأوقية، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% ليصل إلى 1953 دولارا و20 سنتا للأوقية. نهاية نشرة الثانية، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الوزراء يتابع تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث ويوافق على إقامة معرض دائم لمنتجاتها بالقاهرة. عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلى شققهم بعد انتهاء أعمال الإصلاح، ووزير النقل يؤكد أن العقار أصبح آمنا تماما. ويمكنكم متابعة المزيد عبر الموقع الإلكتروني mesbiro.eg. شكرا لكم. شكرا لك سارة. شكرا لك ياسر، وشكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.